رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وشكرا دائما لتواجدكم وتقليدكم المتميزة لمهرجان رمضان الشارقة والفعاليات غرفة التجارة وصناعة الشارقة. طبعا نحن اليوم غرفة التجارة وصناعة الشارقة ومركز كسبة الشارقة هي مؤسسة واحدة تكمل بعضها. اليوم لله الحمد يمكن شهدنا اليوم افتتاح فعالية ليالي رمضان، وهي إحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان رمضان الشارقة والذي تنظمه غرفة التجارة وصناعة الشارقة خلال شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر السعيد. طبعا هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات الرئيسية في منظومة فعاليات المهرجان. تحتوي هذه الفعالية على عدة أنشطة، منها ركن المطاعم، ركن الملبوسات، ركن القرية التراثية، وإحدى الفعاليات الرئيسية في ليالي رمضان. إضافة أن في مهرجان رمضان الشارقة هذا العام شهد مشاركة متميزة من المحال والأسواق والمراكز التسويقية، إضافة إلى مشاركة العديد من الأنشطة والفعاليات والمراكز في إمارة الشارقة، إضافة إلى المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. المركز طبعا مركز كسب الشارقة هو غني عن التعريف، هو يعتبر أرض المعارض في دولة الإمارات في إمارة الشارقة. عدة فعاليات عندهم، عدة أنشطة من ضمنها معارض المجوهرات، معارض ستيل فاب، معارض السيارات، معارض كثير الدول متخصصة يعني. فمركز كسب الشارقة هو حاضن لكل الأنشطة للدول الصغيرة والشطة كمعارض عالمية ومعارض دولية. غرفة التجارة وصناعة الشارقة طبعا عندها عدة فعاليات وأنشطة تواكب القطاع الخاص أو تمثل القطاع الخاص. نحن نتكلم اليوم عن وجود مهرجان رمضان الشارقة، نتكلم عن وجود مؤتمر الموارد البشرية في شهر أكتوبر القادم، نتكلم عن عدة سفريات إن شاء الله قادمة بيكون في أوغندا وكينيا، وأيضا لدينا مشاركة متميزة في البرازيل وهو اجتماع الغرف الدولية، وأيضا لدينا مشاركة متميزة مع وزارة الاقتصاد في جنوب أفريقيا. شكرا لقناة حواس، شكرا تميزهم، أنا أشكرهم وأتمنى أن يزورون مهرجان رمضان الشارقة ومعرض ليالي رمضان في مركز كسبو الشارقة، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير.